مشاهدينا الكرام في كل مكان، حياكم الله. حديثنا نتحدث فيه عن موضوع مهم جدا. في كل بلد في العالم لا يرتكز إلا بماذا؟ لا يقوم إلا بماذا؟ بالصحة. الصحة مثلما وجدت الصحة، يعني كافة الخدمات موجودة في نهضة نهوض غير عادي القطاع الصحي متى ما تطور هذا البلد. إذن حديثنا سوف نتحدث فيه عن القطاع الصحي، عن أيضا ما يقدمه مكاتب الصحة في جميع المديريات، في سواء كان في العاصمة عدن أو في جميع المديريات في المحافظات المحررة. حديثنا أيها السادة الكرام نتحدث فيه هنا في مديرية المنصورة لمكتب الصحة والسكان في مديرية المنصورة. إذن المكتب الصحة العامة والسكان يقوم بمهام جليلة وجهود حثيثة، أيضا يقوم مشكورا بكافة طاقمه الكادر الصحي، وذلك لتقديم خدمات صحية على أكمل وجه لكافة المرضى. أيضا يقومون بالرقابة والتفتيش وغيرها. أيضا هنالك صعاب جمت وجه مهام عملهم ومشاريع أيضا لمكتب الصحة العامة والسكان هنا في مديرية المنصورة. كل ذلك أيها السادة الكرام سوف نتناوله بشكل أوسع مع ضيفنا لهذا اليوم، مع الدكتور عبد الحكيم قاسم المفلحي، مدير عام مكتب الصحة والسكان في هنا في مديرية المنصورة. بداية مرحبا بك دكتور عبد الحكيم، ونقول لك تهانينا أولا لتوليكم يعني منصب لقيادة مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية المنصورة، لتوليكم هذا المنصب من شهر أكتوبر من عام 2023 إلى يومنا هذا. مباركين عليكم وأهلا ومرحبا بك دكتور. أولا نحب نشكر قناة عدن الفضائية على نزولها إلى مكتب الصحة والسكان من مديرية المنصورة لتفقد أوضاع المكتب ومرافقه التابعة له. نعم. وبالنسبة لنا في مكتب الصحة منذ تولينا المكتب هذا المنصب في شهر أكتوبر. ما المهام التي قمتم فيها؟ مهامنا الأولى في البداية كانت هي أولا تمثلت بماذا؟ متمثلة أولا في بداية في ترتيب وضع المكتب الصحة والسكان المديرية. نعم. من خلال شغل بعض الوظائف وترتيب الأوضاع الداخلية وحل بعض المشكالية. نعم. لأنه مكتب الصحة هو القيادة الفعلية للمرافق الصحية الأخرى. نعم. في مرحلة الأولى. في مرحلتنا الثانية بدأنا في إعداد خطة للنزول الميداني للتفتيش على صيدليات ومراكز اسمه المخازن الأدوية في مديرية المنصورة. للعلم أن في مديرية المنصورة يوجد أكثر من 300 صيدلية ومخزن دوائي. بدأنا في المهمة الرئيسية الأولى أنه نزول إلى الصيدليات. نعم. تم نزول أثناء نزول ماذا وجدتم؟ العقاب والعقاب. أيوة صح؟ أيوة. إحنا في طبعا لجنة كانت مشكلة من قيادة المحافظة. نعم. ومن المديرية وتحت رعاية الأستاذ دكتور أحمد مثنى ناصر البيشي مدير مكتب الصحة بالمحافظة. نعم. وبرعاية الأستاذ أحمد علي الداودي مدير عام مديرية المنصورة المحلي. نعم. الذي وفروا لنا كل الإمكانيات المتاحة لتنفيذ هذه الحملة. نعم. للنزول بشكل للنزول نزلنا فيها تقريبا حوالي 170 صيدلية تم التفتيش إليها ومخزن. وجدنا بعض يعني اقول لك انه وجدنا كثير من المشاكل او في كثير من الصيدليات، مع احترامي لبعض زملاء المهنه، انه في بعض الصيدليات مثلا تبيع ادويه ممنوعه وادويه مهربه. انا لا اتكلم على الكل ولكن بعضها وبعضها توجد عندهم مخالفات اداريه، مثلا مزاوله المهنه وانتهاء التراخيص وغيرها. نعم. فهذه الحمله لغت استحسان يعني كثير من المواطنين اثناء النزول. نعم. عندما وجدتم هذه بعض من الصيدليات تبيع مواد مهربة، مواد ممنوعة، وأيضا يعني هنالك بعض الصيدليات مخالفة لنظم القوانين وهكذا، ما الإجراءات التي تتخدموها هنا في مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية المنصورة لهؤلاء من يعملون على عملية التهريب وأيضا لمواد ممنوعة كذلك أيضا؟ نعم. احنا طبعا مهمتنا هي محاربة المواد المهربة، الأدوية المهربة بشكل عام. نعم. والأدوية الحكومية والأدوية المخدرة والمواد اللي لا يوجد لها وكيل في اليمن في نعم. في العاصمة وسوء التخزين ايضا وسوء التخزين. احنا ترتكز مهامنا على الحاجات الأساسية ابتداء من الترخيص الى مزاولة المهنة. نعم. الى العمال اللي بيشتغلوا في الصيدليات. نعم.
مواد منتهية الصلاحية. مواد منتهية الصلاحية. لا زالت تباع. مواد مهربة. نعم. مواد مخدرة يمنع بيعها إلا تحت إشراف أطباء في المستشفيات والمراكز والمستوصفات. إحنا قمنا بقراءة عليه، بنعمل محضر طبعاً، لجنة مشكلة من المديرية والمحافظة، بنعمل نعم. محضر. بيوقع عليه أعضاء اللجنة مع الشخص المستهدف. نعم. يعني في الصيدلية. يتم اتخاذ مثلا اول نعمل له محضر على انه يحضر في الايام القادمه الى مكتب الصحه. نعم. بعد حضوره مكتب الصحه طبعا بنصادر المواد هذه سواء كانت حكوميه او مهربه او مخدره باي شكل من الاشكال غير مصادرتها. ما الاجراءات المتبعه بعد ذلك؟ بعد يعني بعد ان يحضر المخالف الى مكتب الصحه تم استدعائهم والجلوس نعم. معهم. هل في اجراءات رادعه ضده؟ تم اتخاذ اجراءات. نعم. تم اغلاق بعض الصيدليات وبعض المخازن. ممتاز. قمنا باغلاقها. نعم. مباشره. اغلقتموها؟ اغلقناها اللي نعم. تكون مخالفتها كبيره جدا. وبعضها تم اتخاذ اجراءات يعني مخالفات ماليه ومخالفات انذار. نعم. لعدم مزاوله المهنه بعضهم. أيوة. يعني يفتحوا صيدليات غير مرخصه غير مرخصه. نعم. يعني فاجئنا انه صيدليه مثلا هذه بالنسبه لنا تعتبر صيدليه عشوائيه ويجب اغلاقها فورا. نعم. قمنا باغلاقها هذه وتغريمه وعليه قلنا له عليك ان تتخذ الاجراءات السليمه. تابع اجراء الترخيص. صادر طبعا المواد هذه بتصادر مباشره. الادويه اللي حكوميه بتصادر وبتوزع على المجمعات. نعم. والادويه المخدره بنوزعها الى المستشفيات اللي محتاجه لها. اما الادويه اللي هي بلاش لها وكيل فهذه بنضطر الى اتلافها لانه لا يوجد لها اي وكيل. نعم. وجدت في السوق هكذا. نعم. بنشي نحافظ على حياه الناس. حياة الناس يعني احنا مشكلتنا معرضين نسأل على أسعار الأدوية فعلاً. لكن على الأقل نحد من أنك تبيع أدوية مخدرة. نعم. أو أدوية منتهية الصلاحية أو أدوية. نعم. حكومية. والدواء بالذات يعني يعتبر سم القاتل. بالضبط. نعم. إذا لم يستخدم الاستخدام الصحيح. بالضبط. فما بالك يعني دواء منتهي الصلاحية وأنت بالضبط. تبيعه منتهي. والمريض يأتي ويتناوله. أيوه. هذا يعتبر قاتل. بالضبط. كمان الأدوية المهربة يعني. نعم. خطورتها كبيرة جدا. بالفعل. الناس بيستسهلوا لما يجيب له بسعر أرخص. يقول له هذاك الشركة تبيعه كذا كذا وأنا أبيعه لك بسعر أرخص. أرخص. هذه مادة سامة لما يتنقل الأدوية فعلاً. المهربة لا تعرف بالضبط إيش الطريقة اللي نقل فيها فعلاً. ولا كيف تم خزنه بالفعل. ولا كيف نقله من يكون سوء تخزين لأنه مهرب. نعم. يهربوه تحت مواد أو مسكنا أدوية مهربة تحت مواد تجميل أو مواد غذائية أو شيء مهرب تهريب يعني الفترة دي كلها قضاها بدرجة حرارة مرتفعة أو بشمس أو بمطر أو بغيرها من الظروف هذه. نعم. فهذه يتم مصادرتها على طول يعني. نعم بالفعل. على يعني في صبح حديثك عملية التهريب عبر الأطراف التي تأتي ويتم ضبطها عبر المنافذ كيف تم التعامل معها بالذات عندما تخرج من تلك المنافذ؟ احنا مهمتنا الرئيسية طبعا هي تركز في الصيدليات. نعم. مثلا الصيدليات والمخازن. وكمكتب صحة لنا برضو إشراف إذا وجدت مثلا مخازن عبر إدارة المامور أو اللجان المجتمعية وغيرها تم بلاغ. نعم. تم بلاغنا على بعض المستودعات إنه فيها أدوية مثلا مهربة أو أدوية فاسدة أو أدوية منتهية زي ما شرحت لكم في الماضي وضبطتم تم ضبط جزء كبير من هذه الأدوية وتم تقريب هذه المستودعات إن بعضها تكون مستودعات حتى ما تقول لها حتى لوحة ما تعرف من تتبع بالأخير تتضح أنها تتبع شركة أخرى لكن إنها في هنا مهمتين طبعا تكون مهمة الهيئة الأدوية لكن برضو مهمتنا الحين رغابية بالجهاز الآخر أنت في الأول والأخير نعم أيوة بالأخير هي مصلحة المواطن فعلا ما نتكلمش إحنا على من الجهة المسؤولة وإن هذه مش مسؤوليتي لا أنا في الإطار الجغرافي لمديرية المنصورة برضو مسؤوليتي. نعم. يعني لما يوجد مستودع مثلا عنده أدوية مهربة أو عنده أدوية منتهية أو شيء وسلمت بلاغ عبر الإدارة المأمور أو عبر صحة البيئة. نعم. أو اللجان المجتمعية. نعم. لازم نقوم بدورنا. نعم. نقومنا بدورنا وكشفنا وضبطنا تم إتلافهم وتم تغريمهم وتم إنذارهم. نعم. حتى بعضهم أيضا عندما أبلغوكم هكذا رأوا أن هنالك بعض كميات كبيرة جدا مرمية بالقمامة. أيوه. من الأدوية فهذا يعني عمل غير صحيح لماذا كمية هذه الأدوية ترمى بالقمامة ألا يعلمون بأن هنالك أشخاص آخرين ربما يتناولون هذه الأدوية أطفال ممكن أن يتناولون عن جهل بالفعل يتناولون هذه الأدوية فهو يعتبر سم قاتل لأن أدوية منتهية فكيف ترمي أنت هذه الأدوية في القمامة يعني مفترض أنه يبلغكم أنتم فبالتالي لي يعني عملية إتلافها تكون عملية الحرقة في بئر نعامة في المقلب بالضبط. نعم. إحنا المقال لك أنا إن أدوية سامة هي يعني قبل أيام بلاغ من عمال النظافة مشكورين جزاهم الله خير لما نعم أبلغوكم أبلغونا بوجود كمية كبيرة من الأدوية تم إبلاغ صحة البيئة وإبلاغ الآخر المدير العام لمديرية المنصورة الأستاذ أحمد علي الداولي. نعم. وارسل لي هذا الكلام إحنا بنتابع عرفنا الشركات هذه والنموذج اللي عندي اللي رويتك هنا هذا هم نعم. نموذج
الاحلي ما مش داعي نذكر اسماء الشركات عشان يقولوا احنا يعني بنشوه فيهم او شيء. نعم. لا هذا كلام منطقي. نعم. انهم يختصروا الطريق ما بين انه يعمل بالاجراءات الصحيحه صحيح ويقدم بلاغ باتلاف الادويه هذه لان هذه بأخير مواد سامه لانه يضطر في جنح الليل باي وقت مناسب بيقدرهم يتخلص منها يتخلص منهم من المستودع. نعم. ما بيهم الضرر. نعم. لو لقت اطفال او ناس. نعم. مش متعلمين فعلاً. او ناس حصلوا احنا الكميات هذه ضبطنا خلال هذا الاسبوعين الماضيين اكثر من 5 شركات تقريبا. او 6 شركات خلال اسبوعين فقط. نعم. مشكورين عليه. انا بشكر دائما عمال النظافه والاخوه في صحه البيئه والاخوه في اللجان المجتمعيه الى اداره الاخ المامور. نعم. مشكورين في هذا الجانب. بنتواصل دائما احنا كحلقه كفريق واحد فريق عمل واحد ولازلنا الان اليوم هذا وامس في اجراءات متابعه وملاحقه اكثر من 3 شركات. نعم. مفترض ان تعملوا لهم يعني. أيوة. اجراءات رادعه صارمه بحق هؤلاء الذين بالضبط. يعملون على رمي هذه الادويه المنتهيه الصلاحيه. لماذا يعني تكدس هذه الادويه المنتهيه الصلاحيه؟ لماذا لا تعمل على نفع تنفيقها قبل ان تنتهي يعني موعد انتهاء صلاحيتها باشهر عده؟ أيوة. لماذا لا تعمل على مثلا اذا يعني تتخلص منها كيف تتخلص منها؟ أيوة. يعني بتوزيعها للصيدليات او اي شيء لكن قبل ان ينتهي صلاحيتها مثلا شهرين 3 اشهر 4 اشهر. انا اشيد نعم. المجمعات الحكوميه ايضا لابد من اعطائها بدلا من ان رميها. انا اشير في بعض الشركات الادويه شركات محترمه الى ان يعرف انه الكميه اللي عنده المنتهيه مثلا قربت او 4 اشهر او 5 اشهر. نعم. بيعمل جزاه الله خير انا تواصل معي يعطيها مثلا مجمعات حكوميه مجاوله عندنا وزعناها في مجمعات الحكوميه. ممتاز. هذا هو الاجراء الصحيح. قلنا لهم هذا اجراء يشكروا عليه. نعم. لكن مع بعض ضعف النفوس فعلا ما ادري ايش اللي يشتكي القشع الى ان تنتهي. يبقى بعض الحين لما يرمي بها تكون منتهيه قبل كم؟ قبل 7 اشهر قبل 10 اشهر قبل سنه. انت ايش اللي استفدته انت الان؟ نعم. لو انك لو خفض سعره ونزلته بسعر ارخص بالفعل خفض سعره وتخلص منه يستفيد منه المواطن بالفعل. او وزعته على المرافق الحكوميه المحتاجه. نعم. في ظل هذه الاوضاع بارتفاع اسعار الادويه فعلا اللي هو بعض المواطنين ما يقدر يتحمله. نعم. ايش اللي كان بيحصل لك انت وزعته انت المجمعات هذه؟ هذا يغير الطبيعي اللي هذه الطبيعه اللي نعم قشع تجار. ايوه يعني قشع. نعم. تاجر. وقلت لك انه يعني حال التجار قبل برضو اسبوعين نفس الطريقه تعامل ما عارف كيف ايش من طريقه يدلوا جنب ناس سكن جنب سكن. نعم. يعني بكميه كبيره كميه كراتين. نعم. ما عندكوش الشركات عشان ما عندكوش بالاسم واتخذ اجراء قوي ضده وغفلنا الشركه وغرمنا دفع مخالفه كبيره جدا. نعم بالفعل. ايضا هنالك الصيدلي يعني دوركم كذلك الرقابي في مكتب الصحه نزول لهذه الصيدليات يعني هنالك بعضهم ليسوا صيدليين كما يعني كما نقول. أيوة. بعضهم يعملون يفتحوا صيدليه وهكذا يقول لك انا صيدلاني. كيف انت صيدلاني؟ لماذا لا يكون لديك بطاقه مزاوله المهنه بطاقه معمده من قبلكم انتم مكتب يعني مكتب الصحه العامه والسكان في مديريه المنصوره وغيرها من المديريات؟ كيف تتعاملون مع هؤلاء؟ احنا اثناء حملات النزول من قبل فرق الرقابه والتفتيش وجدنا اول معانا مكتب الرقابه والتفتيش يعني مقصود ما بين المنشآت الخاصه اللي مخصصه بالمستشفيات والمستوصفات والمراكز والاشعه وغيرها ومكتب والشؤون الصيدلانيه اللي مخصصه بالصيدليات ومخازن الادويه. اثناء نزولنا للحمله اكتشفنا وحصلنا ناس طبعا ما لهمش علاقه بالمهنه. نعم. طبعا هنا في صيدليات تم اغلاقها لانه بوجود واحد مش مؤهل. نعم. معناته انه ممكن يصرف اي علاج. نعم. وحصلت عن غير ناس مرضى. نعم. تاثروا ممكن ينتهي المريض بالفعل. ممكن يصرف له دواء غلط ويروح يشربه المريض على انه الدواء هذا الصح اللي يسجله للطبيب. نعم. ويكون في اضرار صحيه كبيره جدا. احنا مع الطبيب اللي بيقول عندما تستلم الدواء جيبه ارجعه لعندي عشان اتاكد منه للمريض. صح. احنا صح. مع هذه الظاهره بالفعل. احنا يعني ولو انه مش ظاهر هذا المفروض انه يكون في ثقه ما بين الطبيب والصيدلي المواطن بعض. ايضا يكون لديه وعي. ايوه. نعم. من المواطن تعرض دواك على على الطبيب للطبيب. لا يمنع. نعم. للطبيب. ايوه. احنا اتخذنا اجراءات قويه بالنسبه لنا. اذا اتضح انه صيدلاني بس بيشتغل بدون مزاوله المهنه فهذه نقول له نعطيه غرامه ونقول له نعم لازم تعمل ملف وتفتح ترخيص رسمي. الترخيص الرسمي ما بياخذش مبلغ بسيط جدا. نعم. نتاكد من شهادته ويصرف له مزاوله مهنه. اتخذنا قرار انه كل صيدليه لازم العمال اللي داخله يكون معاهم بطاقه نفسهم. نعم. يعني بطاقه خاصه. انا صيدلاني اشتغل بالصيدليه هذه ما يحق لي اشتغل باي صيدليه اخرى. بالفعل. نعم. وتابعنا هذا الموضوع اول ما نلاقي صيدله حتى لو صيدلاني ومش مسجل في هذا الصيدليه ما يحق له يشتغل. ما يحق له. نعمل حتى لبسهم ايضا زي لابد ان يكون الاوفر كوت اللبس الابيض لابد ان يكونوا لابسين فيهم لكي يتميز يعني.
احنا نشيد بعض الصيدليات المدنيه فعلا فعلا. والله نفتخر فيها انه ملتزمين. لماذا تعمموها لجميع الصيدليات؟ اسم الصيدلاني هنا وعامل جاكت ومنظره كويس، وصيدليه اخرى تحصل. لماذا لا تلزموهم؟ الان بنزل لهم منشور بيكون الزامي. نعم الزامي، انه الزامي انه اللبس هذا لازم يكون لبس يعني جاكيت ابيض. نعم زيك زي اي موظف من القطاع الصحي. نعم الاوفر كوت. بس اوفر كوت. نعم بيكون اسمك موجود محدد واضح من الصيدلاني اللي تعامل معه، بحيث انه لو استوت اي مخالفه او اي شيء انا عارف تعاملت مع الصيدلاني الفلاني. نعم وظيفه كل واحد داخل الصيدليه. نعم ان شاء الله بالفتره القادمه نحب نعمل تضبط المساله. ايوه بنشيد فيها. نعم ان شاء الله. هذا بالنسبه للصيدليات. الان بالنسبه للمستشفيات والمجمعات الصحيه، ما حالها اليوم؟ طبعا احنا في مكتب الصحه مديريه المنصوره عندنا دائرتين، هي دائره زي ما كلمتكم الشؤون الصيدلانيه في ظل يعني في ظل المستشفيات الخاصه الان الكثيره جدا الان. ايوه في الشؤون الصيدلانيه ومراكز ومخازن الادويه. القسم الاخر اللي قسم المنشات الخاصه، وهذا مشرف على كل المستشفيات. نعم. الخاصه طبعا مستشفيات، مراكز، مستوصفات تابعة لنا. نعم. اسنان، مختبرات اشعه وغيرها. نعم. مراكز تابعين. الاسنان. نعم. هذه تابعة لنا. العمل طبعا كبير جدا. لو تعلمي استاذي انه موجود ما يقارب 350 منشاه طبيه، يعني نتكلم على مستشفيات ومراكز ومستشفيات. نعم ولكن لابد من تفعيل دور. أيوة. هذه المستشفيات الحكوميه والمجمعات الخاصه. أيوة. يعني بدلا من تفعيل يعني بدلا من تفعيل دور المستشفيات الخاصه. بالضبط. احنا هذه رغم الكم الكبير جدا، لانه تقدري تقولي انه اكثر من 70% من المنشات الخاصه موجوده في مديريه المنصوره. نعم الا ما اقول اكثر. فمهمتنا صعبه وكبيره جدا، ولكن المواطن المواطن بعضهم يعني ظروفهم صعبه الان، فيقول لك انا بدل ما الجا اروح الى المستشفى الخاص المستشفى الحكومي. أيوة. بدل يتوفر فيه كل شيء، متوفر يعني المستشفى او المجمع الحكومي. احنا في بدات المستشفيات. ايوه احنا في الاطار الصحيح هنا. نعم. بدانا بالمجمعات. مجمعات بنحاول تكون فيها كل التخصصات. نعم. لانها الوجهه الاولى لاصحاب الدخل المحدود. نعم. اول ما تيجي المجمع. نعم حتى المجمعات بعيده. بالضبط. يعني عندهم يعني مجمعات صحيه تكون قريبه، وبالتالي مثلا كابوتا بيرفار وهكذا يكون بعيد عن المستشفيات. مستشفى للحكومي في عشمايه اللي كان قابل سابقا والجراح الان، يعني المسافه بعيده، فبالتالي المجمع متى ما كان مجهزا كامل، الكادر متواجد 24 ساعه موجود بطواقم متبادله، هذا سيسهل مهام العمل. بالضبط. يعني احنا في مهمتنا طبعا المجمعات تشتهي امكانيات كبيره. حاولنا نطعم بعض المجمعات طاقم. نعم. ونعمل انه بمساعده مدير مكتب الصحه الاستاذ احمد مثلنا ناصر البيشي. نعم. والاستاذ احمد علي الداودي من مكتب المنصور مدير العام المنصوره، نحاول بدعمهم اننا نكثف من دعم، لانه الحين احنا مثلا في مشاريعنا العام 24 عندنا بمساعده مديريه المنصوره ومكتب الصحه زي ما اشرت سابقا. نعم. بنفتح مثلا عياده اسنان في مجمع كابوتا. ممتاز. مجمع كابوتا من عندنا عيادة أسنان موجودة في مجمع القاهرة في مجمع حاشد، لكن معانا مجمع الكابوتا باسمه دعم من مدير عام المنصورة مشكورا بيعطينا دعم لشراء أو الفتح عيادة أسنان. نعم. بيكون هو المجمع الثالث لعيادة الأسنان. ممتاز. داخل مديرية المنصورة. نعم. إحنا معنا تأثيث وترميم المجمعات في خططنا العام 24، تصليح بعض الأجهزة والمعدات، رفد الكادر من النواقص اللي موجوده بالمجمعات، تاهيل الكادر، وهذه نقطه مهمه جدا. نعم تاهيل الكادر عبر الدورات، لانه معنا دورات تاهيل لابد ان تكون. أيوة. لك من ضمن خططكم لعام 2024. نعم انه تاهيل الكادر عبر الدورات المحليه او عبر الدورات عبر المنظمات الدوليه. دوليه. نعم. نبحث طبعا احنا بمعنى لو تكلمت معك انه في معنا منظمات دوليه مثلا البنك الدولي، برنامج الاستثماري للبنك الدولي واليونيسف موجودة في مجمع القاهرة، موجودة في مجمع القاهرة، موجودة في مجمع كابوتا، موجودة في مجمع حاشد، موجودة في مركز الأم والطفل اللي شفتوه هنا بجانبنا. منظمة ماريا ستوبس اللي تختص بالبنية التحتية والطوارئ التوليدية. نعم. الآن فاتحة معنا في مجمع حاشد، والآن قريبا في مجمع القاهرة، ونتمنى من الله أن تستمر في مجمع القاهرة. موعودين أيوة بتنفتح في مجمع كابوتا. منظمات أخرى منظمة يمان، ومنظمات الصحة الإنجابية، المنظمة اليمنية للصحة الإنجابية. يعني موعودين فيهم أنه يدخلوا في بعض دعم المجمعات. يعني دعم المجمعات يعني دعم حكومي
على منظمات دوليه. نعم. الحين الشيء نحاول نطور هذه المجمعات والعمل فيها بحيث انه يواكبوا ولو مش نفس القطاع الخاص وانما جزء اكبر بحيث انه المريض لما يدخل يلاقي قلبيه احتياجاته داخل المجمع خاصه ذوي الدخل المحدود. في مجمعات عندنا قريبين من النازحين، أنا نازحين في كابوتا، نازحين حتى في مديرية المنصورة يعني موجودين نازحين. نعم. نازحين محليين يعني، إضافة إلى الصومال والأرومو وهذه النازحين اليوم من القرن الأفريقي. نعم. دكتور أيضا بالنسبة لي يعني هذه المجمعات والمستشفيات، هنالك بالنسبة للمجمعة يعني للمجمعات بالتحديد كذلك أيضا، ألا يوجد تدوير وظيفي لهم؟ ما عملتم تدوير وظيفي؟ هذه النقطة الرئيسية. أول ما نزلت على المجمعات ونزلت بعدين نزلت أول نزول أولي تعرفي ونزلت مرة ثانية وعملت شكلت لجنة إدارية ومالية. نعم. من مكتب الصحافة مديرية المنصورة لك كفاءات وخبرات كثيرة حقيقة. بالضبط. أيوة. ونزل. نعم. ونزلوا إلى بعض المجمعات. نعم. طرحت بعض الملاحظات المالية والإدارية. نعم. جلسنا مع المدراء وشعرنا أنه في أمور لازم تتحسن ولازم الوضع. نعم. يتحسن. احنا طبعا انا من ضمن خطتي في الاشهر القادمه او الاسابيع القادمه انه لابد من التدوير الوظيفي. عندما يبقى العامل او الكادر في اي مجمع اداره او شيء فتره اطول يصبح لنا في مرحله معينه ما كلنا يعني بنعاني من هذا الشيء. نعم. انه غير ما عادش عنده طاقه انه يبدع او انه يعطي، يصبح عنده العمل روتيني. نعم. والعمل الطبي في اداره المجمعات يشتي مواكبه ويشتي حركه ويشتي نشاط. احنا عندنا في المرحله القادمه ان شاء الله بنعمل على اجراء التدوير الوظيفي ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا المجمعات تفتقر الى الادويه وحتى المستشفيات ايضا المستشفى الحكوميه تفتقر للادويه. نقص في الادويه كيف تعاملتوا معه؟ احنا بالنسبه لنقص الادويه طبعا هذا لا يمكن نغطي نسبه كبيره جدا حتى الاجهزه ايضا. ايوه الاجهزه او والكادر الصحي ايضا والكادر، لكن احنا برضو مستودعات طبية في مكسل التمويل. نعم. الدوائي آخر لو طلعي قدامك هنا كمية أدوية تم استلامها قبل أقل من شهر وتوزعت على كل المجمعات الأربعة الدوائي. نعم. ولكنها طبعا بتظلي ناقصة في مجمعات، في أدوية بنلاقيها من المنظمات الدولية، منظمة اليونيسف مشكورة، منظمة ماريا ستوبس. نعم. تدعمنا في الأدوية الخاصة بأمراض النساء والولادة. منظمة اليونيسف تدعم بشكل شبه كامل. لكنه يعني لازال يعتبر بالنسبه لنا قليل. نعم. المنظمه الحكومي على المنظمات لازال قليل. نعم. بنحصل دعم كمان تقدر تقول زي ما كلمتك اقول من بعض الشركات. ولو انه بس دعم اصناف معينه. نعم. اللي مغربه واللي منتهيه وبعضها والله انه مش منتهيه بس انما يعني حبهم في عمل الخير بالفعل، لانه مهما غطيت المجمع الحكومي او مستشفى ما تقدر تغطيه 100% بالنسبه للادويه. نعم. بالنسبه للادويه المستعصيه، الادويه المستعصيه احنا في عندنا الامراض المستعصيه، الادويه المستعصيه اللي بيكون انه غير امراض القلب وال يعني امراض السكر والضغط وهكذا. هذه بالنسبه لمجموعه الضغط والسكر الادويه الاساسيه في بنحصلها بعض السرطان كان ايضا بنحصلها من بعض المنظمات بنوزعها بس بتكون بكميات قليله. يضطر المواطن لانه يبحث على الجمعيات الخيريه هذه. نعم. بتساند انها تصرف خاصه الادويه الاساسيه الامراض الاساسيه كامراض الضغط والسكر والكوليسترول. نعم. الامراض الاساسيه هذه بيحصلها من الجمعيات الخيريه. بنحاول نحولهم نحيلهم الى هناك للحصول على هذه الادويه. يعني انتم يعني مكتب الصحه لا يوجد في هذه يعني بتوجد كميه نستلمها بكميات قليله جدا قليله جدا قليله جدا. سواء عبر منظمات او عبر صندوق الدواء. نعم. وبنحاول نوزعها بس مكانها بتظلي غير كافيه لانه تعرفين انت امراض الضغط والسكر امر عبء كبير بالفعل. انا كنت في مجمع كابوتا قبل كذا كنت بستلم من الصليب الاحمر اللي عندهم الصليب الاحمر دواء وبيجيبوا لي ادويه الضغط الاساسي والاساسيه السكر. هل لا زال الصليب الاحمر يدعمكم؟ لا مع الاسف الشديد انه في لماذا توقف؟ توقف في مجمع كنت في مجمع كابوتو كان الصليب الاحمر في. نعم. من 2019 الى ديسمبر 22. نعم. كان اللجنه الدوليه للصليب الاحمر مغطيه المجمع بالنسبه للامور الماليه، تموين الدواء، مستلزمات المختبرات، حتى ادوات التنظيف. نعم. كانت تصرف من اللجنه الدوليه للصليب الاحمر ولكن انه لظروف معينه اعتذروا الصليب الاحمر الدولي وقدموا رساله رسميه على انه انسحابهم بيكون انسحابوا في ديسمبر 22. نحن الان نحاول معنا مشكله في مجمع كابوتا لانه المجمع كابوتا غالبيه الطاقم كان متطوع مش موظفي الدوله. نعم. موظفي الدوله كانوا يعني في عدد الاصابع. حاولنا ندعم مجمع كابوتا بكادر من المجمعات الاخرى ومن اماكن اخرى بحيث انهم موظفي دوله بحيث انهم يستمروا معنا. نعم. موعودين يعني زي ما قلت اول في منظمه
نعم هناك ايضا مش يقول له منظمه نعم. يقولوا فين المنظمه اللي تاخرت نعم يا دكتور فين المنظمه اللي وعدتنا فيها. هناك ايضا يعني يعني موظفين ممن بلغوا احد الاجلين. أيوة. عندكم نقص كبير الان نعم تعانون فيها. أيوة. فكيف تعوضون ذلك النقص هذه يعني الكادر الصحي؟ هذه احد المشاكل في القطاع نعم. الصحي او مش ممكن في القطاع الصحي تقريبا في قطاعات الدوله كامل بالفعل. بحيث انه لما يعني لما بلغ احد الاجلين احنا تقريبا شهريا بيخرجوا ثلاثه اربعه خمسه كوادر طبيه مهله ما بين اطباء وما بين فنيين ممكن تستفيدوا من مهارات ودائما بيوفر لنا بيعمل علينا نعم الاستفاده ايضا من المهارات نقص وعجز. احنا في هذه نعم مع توقف التوظيف من 2011 انت عارفه انه موقف التوظيف هذا في الامور هذه هنا عندنا نقص ولكن بنحاول نغطي النقص عبر المتطوعين ونحاول الفتره القادمه عبر المتعاقدين نعم انه يتعاقدوا معنا مع مجموعه كبيره تحل بدل المحاليل التقاعد. ممتاز. لان هذه مشكله عملتنا ولا مش مشكله كبيره لكنها بتاثر علينا مستقبل انه النزوح يعني الخروج اكثر كل سنه بيكون اكثر العدد نعم يبلغ اقل احد الاجلين يقول لك خلاص انا تقاعد كملت خدمتي 35 سنه او شيء. نعم نزولكم الميداني للمستشفيات والمجمعات الصحيه بالتحديد ايضا نزول يعني مفاجئ لهم لتفقد اولا تواجدهم بعضهم غير متواجد. انا اقولها صراحه أنا. البعض عندما مثلا ياتي المريض فلا يجد ممرض يعني المريضين ان وجدوا قله طبيب مناوب يعني يقول لك مثلا المختبر مثلا مفترض انه يكون البديل لكن حتى الطبيب ايضا تجدهم قله موجودين فيهم او حتى لا يكاد موجود الطبيب ايضا مثلا في يوم الجمعه يوم الجمعه الصباح ما تلاقيهم فيهم فكيف وفي حالات حرجه حاله طارئه تاتي بالضبط احنا هذه بنعاني منها مشكله صحيح او حتى في المساء يعني سواء في غياب بعض الفنيين لكنه مش كمشكله رئيسيه كبيره لا لكنه احنا عملنا نزول ونزول مفاجئ خفيف وتكلمنا عليها ان شاء الله نكون بالفتره القادمه ضبط الامور تنضبط الامور منضبط الامور نحب نتخذ اجراءات ليس على الغياب ولكن على الادارات لان الاداره هي ملزمه بمتابعة العمل نعم يعني كمدير مرفع أو مدير مجمع هو ملزم بمتابعة العمال نعم أنا مش معرف أنه كادر الصحي موجود يجب أن يكون موجود يجب أن يكون متكامل موجود. طالما في نوبة يجب أن يكون في نوبة يستبدل يعني النوبة تستبدل كامل يستبدل كامل أيوه. الكادر الصحي يستبدله بكادر آخر لأنه بيطلع نعم. نوبة بيأخذ إجازة بعد نعم يوم أو يومين بيأخذ إجازة بقول لك أنا كنت مناوب لكن دائما كان مش مناوب هارب من النوبة وبالأخير يعني بالأخير بيأخذ له يومين إجازة فوق مع أنه ما كانش مناوب إحنا نعم. ركزنا على هذه النقطة اول لغانا بالمجمعات نعم قلنا له لازم الانضباط دائما ما بعد الظهيره زي ما شفتي فيها نعم. في الاجازات والعطل الرسميه يكون التهرب يعني نعم مسجلوا ثلاثه اطباء تلاقي طبيب او طبيبين احنا بنتمنى انه نستلم بلاغات نعم نستلم بلاغات نعم مثلا ياتيك طلق راس يعني طلق ناري يعني حاله حرجه طلق ناري وهكذا ويكون غير متواجد الطبيب وهكذا فيقول لك سوف نستدعي الطبيب يجي لك بعد كذا ساعات وهكذا هذا غير صحيح بالضبط هذه غير صحيح بالنسبه للمستشفيات ولكن نعم. احنا نشرف على المجمعات ونركز عليهم بغض النظر حتى لو جاء انسان عنده حمى عنده نعم عنده حمى يعني تقول له الطبيب مش موجود نعم يعني عنده حمى ما لقاش للمجمع بالفعل الا انه وضعه ما يتحمل نعم بالفعل لو كان عنده امكانياتهم ممتازه نعم ما لقى لكم ما بيلقاش اللي عندنا اصلا بيروح اي مستشفى خاص مستشفى خاص نعم بيحصل كل العنايه بيحصل الطبيب موجود بيحصل المختبر موجود ولكن احنا حتى انه في حالة الطوارئ يعني في المناسبات والإجازات نعم في نوبة المساء يكونوا متواجدين نعم ونركز على هذه النقطة ونتخذ إجراءات حتى أيضا أطباء متخصصين يكونوا متواجدين أيضا كذلك بالضبط نعم في, في طبيب أخصائي ما نشي أنه يكون في عيادته الخاصة بالفعل بيداوم يعني ما شاء الله نوبته ممتازة من الساعة 4 العصر إلى الساعة 10 نعم لكن في المجمعات في المجمع تقول له ثلاث ساعات يقول لك يا أخي تتعذر ما بين مرض ما بين احنا مقدرين نعم يعني الإمكانيات ولا مواصلات ولا اضطرينا بعض الحين بنوفر حق مواصلات للاطباء عشان يمسك عشان يشتغل لانه بيقول لك انا راتبي ما يتحملش ان انا اروح لمجمع بعيد ومسك نوبه اضطرينا نعم. نعطينا ولكن انت طبيب يعني في الاول والاخير انت موظف في مكتب الصحه بالضبط نعم في مكتب الصحه العامه في وزاره الصحه موظف رسمي يعني فبدلا من ان تجلس لساعات طويله في عيادتك الاولى من؟ الاولى في المستشفيات بالضبط. نعم والمجمعات الصحيه هذه ملاحظه صحيحه زي ما اشرت لك انه في مع اطباء بالفعل مع الاسف يعني بيحرص على عيادته الخاصه وعلى المستشفى الخاص وعلى مركزه ومعه مسجل موظف في مكتب الصحه مام. في وزاره مسجل. الصحه انت موظف رسمي بالفعل يجب موظف رسمي كل حق حقه يعني بالفعل حتى لو الراتب قليل الا نعم. في حاله واحده انك مش عاوز تشتغل تقول يا جماعه انا ممكن اقدم استقالتي نعم واستفيد راتبي او وظيفتي هذه
مطوعين معنا نعم شخص كثير آخر جداً. نعم كثر يعني ممكن نستفيد من مطوعين معنا مليان يقدموا لنا طلبات بس يشتوا وظائف ويشتوا رواتب بالفعل يعني ما نقدرش نوظف واحد بدل واحد إلا باختياره الشخصي من يقدم طلب تقاعد نعم. مبكر أو أنه ينسحب من العمل نعم المستشفيات الخاصة والحالات المخالفة هل ضبطتم وعلقتم الرقابة والمتابعتها هل هناك تواصل بهذا الجانب للمستشفيات الخاصة؟ أيوة زي ما أشرت لك سابقا أنه في معانا في المستشفيات الخاصة إحنا كم كبير يعني مدينة المنصورة زي ما أشرت لك أنه كمية يعني تقدري تقولي 80% أو 75% غير المديريات الأخرى اللي موجودة في مديرية المنصورة كل أسبوعين تسمع عن افتتاح مستشفى جديد أو مستشفى جديد أو مركز جديد طبعا هذه الفتحة طبعا بطريقة رسمية ما حدش يقول أنه مثلا مستشفى ما تنفتح بطريقة رسمية وذلك مستثمرين رسميين والأطباء ما تعطيله إلا بعد نزول أولي ونزول ثاني من لجنة مشتركة ما بين مكتب الصحافة المحافظة والمديرية مشكلة حتى على مستوى الجودة على مستوى الرسم البياني أو المبنى وكيف المبنى وكيف هكذا إحنا بالنسبة الأقسام الموجودة وكل شيء نعم. كامل يعني ما يسمحوا لش بالمزاولة المهنة إلا بعد أن يكون قد استكمل كل الشروط الأساسية نعم. لفتح هذه المنشآت الطبية إحنا رغبتم أخطاء طبية؟ طبعا إحنا بالنسبة لنا ما كيف فيش تعاملتم معها؟ احنا تعاملنا اولا عملنا نزول مفاجئ في الفترات الماضيه مباشره بعد تعييني نزلت نزول مفاجئ باشراف مش اشراف بنزول كان رئيس اللجنه الاستاذ الدكتور احمد مثل ناصر البيشي نعم. في مكتب الصحافه المحافظه الاستاذ الدكتور محمد حسن سالم اللي هو برضه مدير المنشات الخاصه بالمحافظه وانا كنت معهم ونزلنا نزول مفاجئ لبعض المستشفيات طرحنا عليهم بعض الملاحظات اغلقنا اقسام اغلقنا مستشفى ما في داعي ذكر الأسماء أغلقنا مستشفى خاص وأغلقنا مستشفين جزئي أغلاق جزئي لأنه لم توفر فيهم شروط أو الشروط مش موجودة خلوا فيها شروط الفتح على أثناء اللي ما فتحوا لما يشتغلوا الآن في سلبيات موجودة طبعا إحنا نشي نحاول كيف بنحافظ على المريض بنحافظ على المريض اللي بيلقى المستشفيات الخاصة بيضطر إلى دفع مبالغ باهظة بيتكعفها بظروف بوضع الناس الحالي فلازم يلاقي خدمة ممتازة إحنا لقينا سلبيات أو ملاحظات وفعلا تم إغلاق جزئي لبعض المستشفيات تم إغلاق مستشفيات وتم إنذار المستشفيات وتم دفع مخالفة لبعض المستشفيات الأخرى مستشفيات خاصة نزلنا بالنزولات الأخرى الثاني والثالث بنعطي فرصة نطرح ملاحظات نعم بحيث نحن نغيم المستشفيات هذه وهي خاصة ممتاز احنا المشرفين مكتب الصحة مديرية المنصورة أو بالمحافظة مشرفين على الخاص والحكومي دكتور أيضا بالنسبة للرقابة على التسعيرة هناك يعني كما ذكرنا بال يعني للمجمعات أيضا المجمعات لماذا لا يكون هناك فيها توسعات توسع في المجمعات بالنسبة للمجمعات احنا بنحاول نوسعها أولا باستكمال التخصصات نعم في الفترة القادمة زي ما أشرت لك سابقا أنه في مجمع كابوتا بيدخل معنا قسم عيادة الأسنان حلو غير الأسنان غير الأسنان إحنا بنبدأ أولا بالكادر إحنا في معنا الآن بعض المجمعات دخلت منظمة نعم. تدعم الطوارئ التوليدية نعم الطوارئ التوليدية يعني معناته أنه الحرمة اللي بتحتاج للولادة ما بتحتاج تروح مستشفى خاص ممكن تروح هذه المرافق الطوارئ التوليدية هذه محتاجة أجهزة إحنا بنحاول نجهز بعض المجمعات على هذا الأساس زي ما أشرت لك في بعض المنظمات بتدخل في مجمع القاهرة بتدخل في مجمع كابوتا بنحاول طورنا الطوارئ التوليدية بنوصل إلى نوبات أكبر إلى أنه ممكن نداومه 24 ساعة بحيث أنه أي امرأة تحتاج حالة ولادة ما معلها تزور المجمع الحكومي فيه طاقم وفيه معدات هذا من الحاجة الضرورية اللي نحاول نخفف فيها عن أعباء الأسعار المرتفعة في المجمعات الخاصة نعم دكتور أيضا بالنسبة لهذه المجمعات وأيضا المستشفيات المستشفى الحكومي كذلك أيضا حال الإسعاف سيارات الإسعاف فيها ما حالها اليوم هنالك حقيقة بعض المجمعات الصحية والنقل أيضا المستشفيات هنالك سيارات مثلا إسعاف الإسعاف بعضها مثلا يعني يقول لك سيارتي أن سيارة الإسعاف ما فيها ديزل أو مثلا ما فيها غير مجهزة وهكذا أين وضع أين دورا يعني مكتب الصحة العامة والسكان هنا في مدينة المنصورة من كل ما يحدث اليوم؟ طبعا هذه بالنسبة لنا هي مشكلة نحن رفعنا اسمه تقاريرنا وضطنا الأربعة وعشرين نعم بعضهم مثلا حالة طارئة تأتي ذبحة قلبية أو أي يعني غير ذلك إحنا زي ما أشرت لك إنه رفعنا في خطتنا العام 24 في العام القادم
احتياج كله مجمع الى الى سياره اسعاف مجهزه من كل بحيث ان سياره اسعاف صحيحه واقعيه كامل بحيث تسعف المريض بطريقه صحيحه فعلا ما نشي يتم نقل المريض بسيارات الخاصه نعم. او باص او غيره من فيها حق القلب وفيها أيوة. تنفس وفيها كل شيء حتى الطاقم اللي بيرافق سياره الاسعاف حتى اذا طبيب يكون فيها يكون طبيب وممرض نعم. اقل شيء في السيارة بالفعل أو طبيبة نساء ولادة في حال إسعاف المرأة الحامل نعم. أو غيرها أو قابلة قدمنا هذا المقترح ضمن مشاريع العام 24 وعدونا أنه بي يعني إن شاء الله تقدمتم إلى من؟ إلى مكتب الصحة بالمحافظة نعم والمديرية المديرية مشكورة أستاذ أحمد علي الداودي عمل معنا كان معنا باص إسعاف متعطل في مجمع حاشد وقدم طلبي للأستاذ أحمد علي الداودي مشكورا ما قصر واعتمد لي المبلغ لتصريح الباص وهذا بيكون برضو يعني رافد مجمع حاشد نعم. بحيث انه يكون عندنا باص اسعاف متكامل بالايام القادمه بنحاول بنعيده للوضع نعم. العملي لانه مهمل منذ فتره نعم ومن الان يسعفوا الحالات الطارئه بالضبط. اول يعني ما تجيهم يعني اتصال وهكذا يسعفوه على طول طبعاً. نعم مباشره يعني عندنا في مديريه المنصوره كلها ان سياره اسعاف واحده هي كانت تابعه للاداره اللي تبع مديريه المنصوره فقط احنا في المديريه مع سياره اسعاف واحده نعم تكون سياره اسعاف متكامله في كل مجمع بالفعل. مجمعات المنصوره الحكوميه لانه المريض مش محتاج بعض الاحيان دقائق محتاج علشان تنقذ حياته لو وجع للمجمع في حاله سيئه اقل من دقائق ممكن يروح عليك اذا ما عندك اكسجين داخل السياره في سياره طبيه صحيحه نعم فزي ما قلت لكم عندنا سياره واحده وعندنا باص بنعيده للعمل في مجمع حاشد نعم. ونعمل في الفتره نعم. القادمه انهم يوفروا لنا سيارات مجمع حتى المركز الام والطفل ونحاول في مجمع القاهره كان عندهم باص في اثناء الحرب اختفى ولا بد ان يكون معهم باص اسعاف نعم باص او سياره اسعاف نعم بالفعل ايضا دكتور بالنسبه للحملات الطبيه الحملات الصحيه التي يقيمها مكتب يعني مكتب الصحه العامه والسكان في المحافظه ووزاره الصحه العامه والسكان سواء كان في العاصمه عدن او في جميع يعني المحافظات هنا في مديرية المنصورة ماذا قمتم فيها من حملات صحية ومعد الآن في حملات صحية الآن لشلل الأطفال ما الذي استعديتم لها الآن طبعا بالنسبة لنا هذا من ضمن المهام الأساسية اللي هي حملات التطعيم حملة التطعيم نعم في يعني إن شاء الله تكون في حملة تطعيم بالفترة القادمة وفي الشهر القادم نعم طبعا تجهيز للحملة ابتداء من تجهيز فريق كامل متكامل نعم. لقيام حملة التطعيم تشمل مديرية المنصورة كامل كل مناطقها البعيدة والغريبة نعم. الفريق يتكون طبعا أولا دورة أول تشكيل الفرق نعم. وتجهيز الأمور المالية من باصات ووسائل النقل اللي بتنقل الفرق تشكيل الفرق والمشرفين على هذه الفرق من ثم بدأ تدريب الفرق اللي بتقوم بتنفذ الحملة تدريبهم في فترة زمنية من قبل المتخصصين في حملات التطعيم ومن ثم يحدد موعد نزول الحملة نعم. تقسيم الفرق إلى مربعات اللي تشمل مديرية المنصورة كاملة نعم نزولها نتمنى هذه دائما في حملات التطعيم أكبر مشكلة معنا هي الإشاعات الإشاعات فعلا تنزل إشاعات نزلت التي أثرت سلبا الآن على الأطفال بالضبط إشاعة نزلت قبل فترة كانوا نزلت هنا في المنصورة تقريبا ومحافظة عدن التطعيم الإجباري الإجباري نعم لا يأخذوهم وهكذا يأخذوهم بالقوة بالقوة يطعموهم وهكذا فرق أو ناس تنزل غير, نعم. غير معروفين نعم تأكدنا من الموضوع طلع بالأخير إشاعة مجرد إشاعة هذه الإشاعة بتأثر علينا لكن غرضها فقط تشويش غرضها نعم إشاعة مضللة إشاعة مضللة ما ندري إيش الهدف منها نعم لكنها بالأخير تأثر سلبا على حملات التطعيم طبعا مستوي الطفل الطفل بحاجة للتطعيم أيوة الوعي الاجتماعي للأسر بالفعل بيكونها مختلف يعني فعلاً. اللي عندهم اجتماعي بتحصله بكل سهولة بدق عليه التطعيم يكدر. هو بيجيب بيحضر أولاده إلى فعلاً. مربع الذي يهمه صحة ابنه بالتالي ما سيحرص جيداً على أن طفله يتطعم ولو نأخذ مثلاً يعني مثلاً عملية الحصبة الحصبة نعم. كانت من أول تكون خفيفة خفيفة وجاهزة الآن قاتل الآن الحصبة مرض قاتل. قاتل نعم المرض مميت نعم. لما انت في ناس اللي الان في عدن اصابات كثيره لو نعم ماتوا فيها وفيها لو لكم الرقم اللي كم الحالات اللي وفاه بالمنصوره مع بشكل عام محافظه عدن بسبب الحصبه ما حد يصدق نعم لو الحالات موجوده شلل الاطفال احنا كنا في هذه الحاله قبل فتره سابقه حتى شلل الاطفال الان كان معاش موجود هذه الامراض نعم الان الان مع وجود الناس نعم عاد مره اخرى عادت هذه الامراض نعم. ولما عادت هذه الامراض مع اشاعه يكون في وضع صعب هنا بالفعل ينزل المطعم لانك اقول انتم تجيبوها من منظمات مجهوله وانتم تشتوها نعم وانه تطعيم غير يعني غير احنا نطمن الاهالي ونطمن الناس نعم. نطمن كل الاطفال
الحملات حملات طبيعية. نعم. ما فيهاش أي شيء منظمة صحية. لا يوجد فيها أي ضرر. لا يوجد فيها أي ضرر، فيها مصلحة. فعلاً. فيها مصلحة. الناس اللي بيمنع طفله من التطعيم ستتحمل مسؤولية في المستقبل. لو حصل طفلك شيء أنت بتكون أنت. نعم. وأنت اللي مدرك في هذا الجانب. أنت اللي منعت ابنك. إحنا في مكتب الصحة، إحنا منكم وفيكم. نعم. إحنا نتكلم بشكل صحيح واضح وصريح. فعلاً. حملات التطعيم لصالح أطفالنا. نعم. منظمة الصحة العالمية بترصد حملات تجيب لنا التطعيم مجاني وتجيب اسمه حملات تكفل والان ستاتي ان شاء الله في الشهر القادم الان حمله الان. أيوة. نتمنى من انه في الحملات القادمه يتجاوبوا معنا ويكون بشكل عام كامل. نعم طبيعي ووعي عالي بين بالفعل. الاهالي نعم يعني اللي كان كذلك ايضا المجتمعيه تساعدكم وايضا الخطباء المساجد يساعدوكم يعني المدارس ايضا المدرسين وغيرهم يجب أن يكونوا إلى سندكم إلى جانبكم وذلك لنجاح مثل هذه الحملات التي بلا شك أنها ستكون لصحة الأطفال في الأول والأخير ووقاية لهؤلاء الأطفال من تلك الأمراض التي تضر بصحتهم. فعلا. إذن دكتور رسالة ختامية نختم معك، رسالة توجيهية أولا يعني الجهات المختصة، قيادة الدولة، الحكومة، السلطة المحلية، المديرية أيضا، رسالتكم والمنظمات أيضا، ما رسالتكم لهم أولا؟ رسالتنا لهم أولا إحنا بالنسبة لنا يعني نتكلم على الجانب الصحي بشكل نعم عام. نعم الجانب الصحي. سواء كان بمديرية المنصورة أو محافظة نعم بشكل عام. هو نفس الصعوبات والمشاكل. بالفعل. ازدياد الاهتمام بالجانب الصحي. نعم. من خلال زيارة الموازنات، تأهيل الكادر، نعم. ورفد المستشفيات بالطواقم، بالأجهزة، الأجهزة. بالمعدات، هذه نعم. حاجة ضرورية جدا. نعم الأدوية وغيرها. إذا توفرت هذه العوامل كلها، نعم. الميزانية مع الكوادر، مع تأهيل الكادر، مع الأجهزة الطبية والمعدات الطبية، أنا أعتقد إنه في فترات بيصير يرتقي العمل الصحي. بالفعل. بكل مرافق الصحية. نعم. سواء كان بالمحافظة أو بالمديرية. طبعا رسالتنا للمنظمات الدوليه اسمه الدخول في بعض الاماكن الصحيه اللي لم يدخلوا فيها نحثهم لانهم بيعتبروا بالنسبه لنا الان عامر تعتبر شبه رئيسي بالفعل لانهم بيقيموا عمل بيدفعوا ميزانيه تشغيليه او موازنه خفيفه ويدعموا في الادويه في الاجهزه في غيرها احنا عملهم رئيسي نحثهم انهم يواصلوا الدعم في نعم. المجمعات الرعايه الصحيه وغيرها الرعايه الصحيه الاوليه رسالتنا نعم. بالنسبة للسلطة المحلية مشكورة يعني أنهم زيارة الدعم نعم كيف الآن زي ما هم داعمين وشاكرين لهم الدعم والاهتمام زيادة الدعم والاهتمام نعم الجانب الصحي فعلاً لتنفيذ المشاريع اللي وعدونا فيها في نعم. 24 رسالتنا كمان للجهات الأخرى اللي تشتغل معانا صحة البيئة والأشياء نعم. العامة نعم. شركاء العمل العمل الصحي في اللجان المجتمعية يعني هم شركائنا في بالفعل العمل الصحي ومعنا مشاركتنا في نعم. حملات التطعيم في حملات في التفتيش او الاشاره او اظهار السلبيات في كل مرافق نعم في كل مرافق صحيح نعم بالفعل اذا والمواطن المرضى وجميعهم رسالتكم لهم وبمختصر بالنسبه لرسالتنا للمواطنين والمرضى المواطنين يجب يكون عندهم وعي نعم. وادراك ومعرفه نعم. ان احنا ما بنرضى على اولادهم زي مثلا اتكلم على اشاعات التطعيم حملات التطعيم نعم. يجب ان يطمنوا ان حمله التطعيم حمله صحيحه آمنة موجوده من منظمات دوليه والفريق اللي يقوم فيها احنا لا يمكن نسمح انه يكون التطعيم مش صحيح او التطعيم مخزون مش مخزون بطريقه صحيحه جدا لو تشوفوا طريقه الخزن اللي مخزون فيها هنا في حملات التطعيم ما بصدق البروده اللي فيها يعني بشكل صحيح تشرف عليه منظمات الصحه العالميه نعم فعلا. يعني مخزون بطريقه صحيحه الكادر اللي فيه من حملات التطعيم بالمحافظه الى المديريات بنفس التسلسل استلام التطعيم يكون بنفس اليوم ثلاجات مبرده يوصل للمواطن بطريقه امنه وسلسه الكادر اللي بيقوم بحملات التطعيم بنحرص ان يكون كادر متعلم يعني ما في خوف هذه رسالتي للمواطنين انه يكون ما في اي خوف بالنسبه لحملات التطعيم نعم. لانه زي ما اشرت سابقا انه في خطوره صحيحه بالنسبه لشلل الاطفال بالنسبه للحصبه الحملات اللي دائما يعني الحملات الواقيه ان يكونوا مطمئنين ويحضروا اولادهم لحملات التطعيم ولا في اي اضرار بالنسبه لهذه حمله التطعيم نعم. رسالتي الثانيه للمرضى اللي زوروا مجمعات الصحيه الحكوميه يجب ان يكون اي مشاكل اي حتى المستشفيات الخاصة نعم. انا رسالتي واضحه المستشفيات الخاصه بمديرية المنصوره سواء مجمع صحي او مجمع حكومي او مجمع خاص او مستشفى خاص لاحظت اي سلبيات موجوده اي استفزاز اي عمل مضر فيك انت خارج عن اللوائح والقوانين يجب ان تشعرونا انا مكتبي مفتوح لكل الناس للمواطنين تلقي الشكاوى اول شكاوي اللي يحصل اي مشكله نعم.
من اي يوم معها هذه ان شاء الله شكوى. طبعا احنا اليوم اي مشكلة. نعم على حلها اشتكوا في ناس اشتكوا ونزلنا الاماكن ممتاز. اللي على حسب الشكوى نعم. نزلنا الاماكن اماكن خاصه ونزلنا وجلسنا مع المسؤولين وطرحنا لهم المشكله بالضبط وقلنا لهم اذا تتكرر حب نتخذ اجراءات نعم. ونضطر بعدين الى تحويل اخرى وسائل اخرى ما بي ما بي ما, بي ما تكون مش طيبه لهم ممكن احوله النيابه العامه نعم. اذا اضطرت الى في حاله تهدد الحياه المريض انا مضطر ادخل احوله النيابه العامه لكن نعم. اذا كان في اعذار المعقول يعملوا انا بشير رسالتي لكل المرضى انهم اي شكوى يتواصلوا معنا على نعم بالفعل اذا وجدوا اي خلل اي شيء اي نقص مثلا في كادر في اي شيء يتكلموا يبقوا ادويه او اي شيء او اجهزه او اي حاجه اذا وفقكم الله ونلقاكم على خير وعافيه ان شاء الله في لقاءات قادمه استاذي دكتور عبد الحكيم قاسم المفلحي مدير عام مكتب الصحه العامه والسكان في مديريه المنصوره شكرا جزيلا لك وشكرا على جهودك يعني كم أشهر ثلاثة أشهر يعني. نعم ولكنك ما شاء الله عليك يعني خطيت بخطوات ناجحة هذا إن دل على شيء إنما يدل على ماذا حرصك الشديد أولا ولأنك طبيب وقد عملت من قبل في مجمعات وعارف فاهم طبيعة العمل كيف يكون في يعني العمل الصحي بالذات وكيف يمكن أن ننهض بهذا العمل الصحي في القطاعات في القطاع الصحي اولا اخيرا اشكر قناه عدل الفضائيه هذه اول قناه نعم. تنزل تلمس همومنا ومشاكلنا نعم. هذا يعني خطوه ممتازه جدا ان شاء الله سوف تتكرر الاعلام الاعلام يوصل نعم مهم جدا البيت ويوصل مهم جدا نعم فعلا يوصل للمسؤولين فعلا يوصل للطاقم يوصل للمواطنين نعم فشكرا لكم على تلمسكم اوضاع مدير مكتب الصحه نعم ولنا لقاءات ان شاء الله قادمه ونلتقي ان شاء الله على خير ان شاء الله تحسنت كثير من الامور ان شاء الله وانضبطت كثير من الامور ان شاء الله باذن الله اذا برئاستكم يعني هنا في مديريه المنصوره شكرا جزيلا لك شكرا لك اذا مشاهدينا الكرام كنا وياكم مع هذا اللقاء عن دور القطاع الصحي وعن ايضا الخدمات الجليله اللي تقدمها مكتب الصحه العامه والسكان هنا في مديريه المنصوره ومشاهده من تقدم ملحوظ ومن تحسن ملحوظ في جميع الخدمات الصحية التي تقدم لجميع المرضى وأيضا الصعاب التي تواجههم وكذا أيضا طموحهم وغيرها من المحاور التي تحدثنا فيها نلقاكم على خير وعافية في ملفات قادمة وقضايا شتى نجددها معكم تخدم المواطن والوطن بشكل عام حتى ذلكم الحين لكم تحايا طاقم العمل ومني أنا رواع عصمت وفي أمان الله أسودكم